الفكري على وسائل التواصل الاجتماعي. ذاك أن العالم كله منشغل بالأعاصير التي تضرب أمريكا الآن والصور المتداولة وكذا إلى آخره. ما يحزنني أن مثل هذه الكوارث وأن مثل هذه المصائب يعني لها قراءة علمية عند أهل الاختصاص، عند الجيولوجيين يقولون كذا كذا، تفسير علمي هذا يعني موجود ولا مرية فيه ولا يجادل في هذا ولا ينكر هذا إلا جاهل أو صاحب هوى. لكن ليس هذا بيت القصيد. أنا كمسلم كمؤمن، ما هو بيان الشريعة في مثل هذه الكوارث، في مثل هذه النوازل التي تنزل بالغير؟ ما هو يعني أنا موقفي كمسلم، كيف أقرأ مثل هذه النوازل؟ هل والعياذ بالله أقرأ النوازل بالشماتة التي نراها في وسائل التواصل الاجتماعي، فلان كذا والله انتقم وكذا؟ يعني أنا أستغرب مثل هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم. وليس الحديث مجالا للتزيد ولا للتزلف ولا للتزين. بمعنى أنا الآن سأذكر ما ذكره الله عز وجل وما ذكره سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أنا أي ظاهرة كونية، أي شيء في الكون، كمسلم كإنسان يؤمن بالغيب، كإنسان عنده مشكات الوحي، عنده القرآن، عنده سنة صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء له تفسير علمي، هذا اتفقنا عليه، وكل شيء له تفسير شرعي. أنا كمسلم ما هو البيان الشرعي وكيف أقرأ مثل هذه الظواهر ومثل هذه الكوارث الطبيعية؟ كيف المسلم يقرأها وما هو بيان الشريعة في هذا؟ تفضل أخي ناجي. اللهم صل على سيدنا محمد. أولا، إن مثل هذه الأمور لها وجهان، وجه علمي ذكرناه ووجه شرعي. الذي ينكره الوجه الشرعي كمن نزل فيه قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يا أخي هذه الكوارث من أعاصير ومن زلازل ومن إلى آخره لها قراءة شرعية. كيف أقرأ هذه الأمور يعني من الناحية الشرعية؟ الله، أولا هذه الكوارث لها ثلاثة وظائف، لها ثلاثة وظائف. الآن أنا سأذكر وظائف هذه الكوارث ثم أذكر موقف المسلم من مثل هذه الكوارث. بس بدنا اليوم نادر نحفظ، بدنا نحفظهم. إن مثل هذه الكوارث لها وظائف، لها ثلاث وظائف حكمتها منطوية على ثلاثة أمور، وفرق كبير إخواني. كثير من الناس يخلط بين السبب وبين الحكمة، سبب الشيء غير حكمة الشيء، فرق كبير. كثير من المسلمين يخلطون بين سبب الشيء، الزلزال، الأعصار، الرياح، كذا، هذا له سبب، هذا موضوع آخر، والحكمة التي سأتحدث عنها شيء آخر تماما. طيب، الوظيفة الأولى مثل هذه الكوارث بالمجمل الآن أنها مذكرات. أنا أتكلم بالنسبة للذي يؤمن بالله واليوم الآخر، إن مثل هذه الكوارث هي ما هي؟ أولا مذكرات، ثانيا أنها كاشفات. إذن هي أول شيء مذكرات، ثاني شيء إنها كاشفات، ثالث وظيفة أنها مؤيدات. أول وحدة شو هي؟ مذكرات. هذه رواية ورش مذكرات، هذه قراءة الإمام ورش. أخواننا في الجزائر يقرؤون مذكرات، مذكرات، هذه قراءة الإمام ورش، مذكرات ترقيق الراء. ثانيا كاشفات، ثالثا مؤيدات. هذه الموجز
وكما يقولون وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولاً إن مثل هذه الكوارث من أعاصير، من زلازل، من براكين، هي مذكرات. مذكرات بماذا؟ تذكرنا بثلاثة أشياء. نحن يعني لو وضعنا أخواني الآن، لماذا هذه الكوارث لها ثلاث أو لها ثلاث وظائف؟ أولا أنها مذكرات، ثانيا أنها كاشفات، ثالثا أنها مؤيدات. أولا مذكرات، نحط واحد مذكرات بماذا؟ يعني هي تذكر بماذا؟ تذكر بثلاثة أشياء، يعني واحد اثنين ثلاثة، مشان نسألكم عليهم الآن. تذكر أولا بنعمة الله، ثانيا بقدرة الله، ثالثا بلقاء الله. الآن طبعا سأشرح كل واحدة. إذن هي مذكرات، وظائفها أنها مذكرات ومؤيد وكاشفات ومؤيدات. مذكرات بماذا؟ بثلاثة أمور: مذكرات بنعمة الله، مذكرات بقدرة الله، مذكرات بلقاء الله. أولا التذكير بنعمة الله عز وجل. تجيء مثل هذه الكوارث من أعاصير وبراكين وزلازل وتقول: يا أيها الذين تمشون على هذه الأرض، إياكم أن تنسوا الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إياكم أن تنسوا يا أيها الموحدون القائل لكم وهو الله عز وجل: إن الله يمسك، احفظوا الآية، إن الله يمسك، سورة فاطر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وفي آية: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا تذكير الله. وسيدنا موسى لما قال الله تعالى: يا رب كل خلقك ينام فأنت لما لا تنام؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجز عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فأول شيء مثل هذه الأمور ذكرنا بماذا؟ بنعمة الله علينا. أنت الآن جالس بأمان بطمأنينة، ما يدريك فجأة إنسان خسر كل محلاته، خسر كل أولاده، خسر كل، مشان هيك بيقول لك في عنا شركات التأمين. هل تستطيع شركات التأمين أن تؤمن إذا جاء أمر الله؟ الله قال بالقرآن في آية خطيرة في سورة يونس: الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، شوفوا الآية خطيرة هذه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، قال تعالى: وظن أهلها، يعني أيقن أهلها أنهم قادرون عليها. الآن أعظم 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 قوة في العالم تسخر كل الأسباب العلمية والاقتصادية لتذليل الأرض، ومع ذلك تبقى عاجزة أمام قدرة الله. بيسموها طبيعة، بيسموها لا، يعني نسأل الله عز وجل أن لا يؤذي أحدا من خلقه. اللهم أمنا جميعا وأمن العالم كله برحمتك يا رب العالمين. طيب أنا كيف أقرأ هذا؟ أقرأه أنه مذكر بنعمة الله، ومذكر بنعمة الله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. طيب الأرض لا تمسك نفسها، إنما الله عز وجل هو الذي يمسكها. الأرض لا تمسك نفسها، الله الذي يمسكها. قبل فترة تقريبا قبل شهر تذكر وسائل الإعلام كلها خايفة إنه في نجم يقترب من الأرض وما أدري مين وخايفين وكذا، صح ولا لا؟ هذه يعني استدلالات العلماء وحق لهم وجزاهم الله خيرا،
أن خبروا الناس وأخبروا الناس وخافوا مرت الأمور على خير. قبل فترة ما بعرف مين أرسل لي مقالة أنه يعني إحدى الدول في الصين دولة أو مدينة كاملة في الصين الكلاب أصبحت تنبح بشكل شرس جدا 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 يعني حتى أن الدولة لم تستطع إلى ذلك سبيلا يعني أن تكفأ هؤلاء الكلاب أو هذه الكلاب فأخرجوا السكان. فلما أخرجوا السكان جاء الزلزال فدمر هذه المدينة. قالوا إنه أعظم عالم من علماء الجيولوجيا والاستشعار عن بعد لا يستطيع أن يصل إلى دقة استشعار الحيوانات. هي نعمة الله، نعمة الله عز وجل. الآن أنتم كرامة الحمار أو الهرة يشعر بوقوع الزلزال قبل الإنسان. مراكز البحث العلمية مكلفة مئات الملايين من الدولارات ممكن تقول لك ها ممكن والله أعلم، صح ولا لا؟ فإذا أول شيء أنها مذكرات تذكرنا بنعمة الله، ثانيا أنها تذكرنا بقدرة الله، تذكر المؤمنين وتذكر العصاة. يعني الآن الخطاب للأسف يعني أنا يحزنني أن بعض طلاب العلم الشرعي أو بعض العلماء كذا يقول الله عز وجل أرسل مثل هذه الأعاصير حتى ينتقم من هؤلاء العصاة أو من هؤلاء الكذا كذا. يا أخي طيب هذا الكلام غير صحيح. ليس تسونامي مين مات فيه؟ تتذكروا تسونامي؟ مات فيه فقراء ولا فيه أغنياء؟ فقراء. الدراويش، الزلازل يموت فيها الفقراء. مثل هذا الطرح يشكك الناس في عدالة الله عز وجل. ليست الأمور كما يقرأها أولئك الذين احتكروا الخلاص لأنفسهم. الله قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلا إعلاما وإنذارا للجميع، للعاصي وللطائع، للمؤمن ولغير المؤمن. ما ينبغي أن نحن نتألى على الله وأن نقول على الله بغير علم. هذا أخواني هذه المشكلة الآن حتى تجعل أن كثيرا من اللادينيين يسخرون. شوفوا المشايخ، طيب اللي ماتوا المصلين أكثر ماتوا من غير، صح ولا لا؟ فهذا الكلام ما يليق. أنا أقرأ أن كل شيء في الكون له حكمة، كل شيء في الكون بتقدير العزيز العليم وهو القاهر فوق عباده. هذا قانون. طيب لما كان هذا قانون الله عز وجل ما ينبغي بأي حال من الأحوال أنا أتألى على الله أقول لا هذا بسبب كذا، لا. إذن هي مذكرات تذكرني بنعمة الله عز وجل أن أنا بخير بنعمة الحمد لله. الآن غير أمام أو غير دول والعياذ بالله تخاف، وناس شردوا وناس تركوا ديارهم، ناس نتيجة الأعاصير. أنت في أمان، هذه نعمة ولا مو نعمة؟ إذن هي نعمة تذكرك بنعمة الله. ثانيا تذكرك باعتبارها مذكرات بقدرة الله. قال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يعني الإنسان ينبغي عليه أن يقرأ الأمور إذا كان مؤمنا بالله عز وجل. هذه إشارات من الله أن يرعوي أنه يرجع يتقي الله، يتذكر يوم القيامة، يتذكر قدرة الله، أنه مهما أوتي من العلم ومهما أوتي من المعرفة يبقى أمام قدرة الله ضعيفا. مهما الآن ما عم تشوفوا؟ إذن الإنسان ضعيف ولا مضعيف؟ ضعيف، ما في طرزان أمام الله عز وجل أبدا أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طيب الله، الناس شفتوا يخرجون بالألوف حذر الموت، ما عم تشوفوا وسائل الإعلام؟ الناس تخرج حذر الموت ألوف يمشون في الشوارع وكذا ويزدحمون على مراكز الوقود.
خايفين من قنابل عنقودية، خايفين من حرب عالمية ثالثة، أو وين يفرون ممن؟ إذن هم يتذكرون قدرة الله. أنا بسميه الله كمؤمن، غير يسميه طبيعة شأنه، لكن ما ليس من شأني إني أشمت. الآن هذه سنأتي إلى نقطة الشماتة، يعني أنا واضعة في المحاور، لا، أنا أقرأ الأمور كوني أؤمن لا إله إلا الله وأن هناك يوم القيامة، كل شيء بهذا الكون بالتقدير العزيز العليم. أؤمن أن هذه الأمور تنبيه من الله عز وجل على قدرته، أن الله عز وجل قادر على عباده ولا مقادر؟ قادر. طيب، قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إن نحن نحيي ونميت، إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني أنا لما أذكر بالقرآن أذكر مين؟ اللي بيخاف أن الله يؤمن بيوم القيامة. الذي لا يؤمن بيوم القيامة ما يعني الأمر، يقول لك هذه الطبيعة نتيجة الاختلال وهذا الإعصار جاي بالبحر، ما قراءة علمية نحترمها ونجلها ونسعى إليها ونريد أن نتعلمها ونؤمن بها، لكن نحن نعتقد أن الكون كله بظواهره وما ظاهره بتقدير بيد مين؟ الله. هذا أنا بدي أركز عليه كمسلم، أنه النقطة الأولى أنها مذكرات تذكرني بنعمة الله، ثانيا تذكرني بقدرة الله، ثالثا وهذه نقطة هامة جدا تذكرني بلقاء الله. الله، هذه الأمور تذكرني بلقاء الله. في آية لما بتشوف أنت أعصار أو زلزال، في أول سورة الحج الآية الأولى، آية طويلة لكن تصور لك لقاء الله يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، الله قال في الآية هنا صدرها بكلمة يا أيها الناس، ما قال يا مسلمون، ما قال يا مؤمنون، قال يا أيها الناس، لأن هذا الأمر هو اليوم القيامة سيشترك فيه الجميع. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اليوم أحد الأحباب في أمريكا عم يبعث لي يقول لي ادعينا، يعني أنه الأمور تمر بسلام وكذا. قلت له أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يؤمن الجميع. قال لي لو ترى كيف الناس، الجانب الإنساني، كل واحد تحركت إنسانيته، ما في فرق بين مسلم غير مسلم كذا. أنا بالنتيجة أنت أخي، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هكذا قال تعالى، فهو مستقر ومستودع. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم، فأنا أنت أخي في الإنسانية ابتداء. أبي مين؟ هو أبوك آدم، وأمي وأمك من هي؟ أمي حواء. فهذه الأحداث تذكر الإنسان بلقاء الله يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اسمعوا الآية، إن زلزلة الساعة، هذه الزلازل وهذه الأعاصير وهذه البراكين وهذه الأمور، إن زلزلة الساعة، الله قال شيء عظيم. شيء بخوف ولا لا؟ والله ناس خايفة. أنا أذكر في 2003 تسونامي، تقريبا 2003 بجميرة، تذكر أبو سعد بجميرة هون، المي ارتفع منسوبا في البحر، الناس خافت. هذه يعني عقابيل الاهتزازات التي جاءت من تسونامي، يعني وين مركزه وين جاء. فهذه ينبغي على الإنسان دائما أن يستذكر قدرة الله وأهواله يوم القيامة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، قال تعالى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن الوظيفة الأولى ما هي؟ أنها مذكرة، تذكرنا بماذا؟ تذكرنا بنعمة الله، ثانيا تذكرنا بقدرة الله، ثالثا تذكرنا بلقاء الله. الوظيفة الثانية أنها
كاشفات، ونحن اتفقنا أنها مذكرات، أنها مذكرات، ثم أنها كاشفات. كاشفات ماذا؟ قال العلماء تكشف أولا حقيقة هذه الدنيا، تكشف حقيقة الدنيا التي يقتتل حولها الناس ويتنازع حولها الناس وتقوم الخصومات من أجلها، صح ولا لا؟ تكشف حقيقة هذه الدنيا، وتكشف إيمان المؤمنين، ثانيا أنها تكشف إيمان المؤمنين، ثالثا تفضح علم العلماء وضعفهم. يعني مهما أوتوا من العلم في هناك نقاط يبقون عاجزين، ما يستطيعون إليها سبيلا. إذن أول شيء كاشفات، الوظيفة الثانية أنها كاشفات لماذا؟ كاشفات لحقيقة هذه الدنيا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا تشبيه رائع، قال الدنيا مثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. الدنيا مثل الآن، نحن كلاتنا سنمضي، لو نظرتم إلى المرآة كلنا تشوف حالك. هلا الفيسبوك بذكرك بصورك قبل 5 سنين، قبل 4 سنين، قبل 7 سنين. هو أنت الفيسبوك بال2010 طلع ولا 2009؟ بال2010. طيب أنت شوف بذكرك بصورك، قول هذا أنا. لقد ترك الزمان آثاره، يعني الله عم يقول لك. هذه قال تعالى وجاءكم النذير، يقول أهل التفسير جاءكم النذير، قالوا النذير هو الشيب، هذول الشيبات، هذا نذير من الله أنك تتذكر حقيقة الدنيا. لا، إياك أن تأكل حراما، إياك أن تظلم إنسانا، إياك أن تغتصب إنسانا حق إنسان، إياك أن تسعى إلى شيء ليس لك فتظلم وتظلم. الدنيا ما تستحق. لما ترى هذه هذه الكوارث وهذه الزلازل وهذه البراكين، الإنسان قلبه حقيقة يعني خوف، خوف. يعني هذا موضوع ما له علاقة لا بالمشايخ ولا له علاقة بخطبة الجمعة ولا شيء. الإنسان السوي الطبيعي حقيقة شيء مخيف، صح ولا لا؟ مخيف. مهما الإنسان أوتي من القوة يبقى ضعيفا أمام قدرة الله عز وجل. فهي تكشف حقيقة هذه الدنيا، وأن الإنسان مهما امتلك من مناصب أو امتلك من المال أو من المتاع يبقى ضعيفا، فلا تستحق هذه الدنيا أن يغضب ربه لأنه ضعيف أمام الله عز وجل. طيب، إذن تكشف حقيقة هذه الدنيا. ثانيا تكشف إيمان المؤمنين. لا يمكن أن يكون الإيمان هكذا. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا إلى آخر الآيات. يعني الله عز وجل يرسل هذه الأمور حتى تختبر إيمانك، حتى الإنسان أنه أحيانا والعياذ بالله في القرامطة، ماذا فعلوا بالكعبة؟ القرامطة ارتكبوا مجازر كبيرة، منها أنهم قتلوا في يوم التروية في يوم منى حوالي 70,000 حاج، 70,000 حاج، وسدوا ماء زمزم بدماء الحجاج، واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه، حتى قال كبيرهم أين الطير الأبابيل؟ وين هذا طير الأبابيل يا أيها المسلمون؟ ثم بعد 77 عاما الله عز وجل أذلهم للقرامطة ورجع الحجر إلى مكانه. كذا أنا ليش عم بذكر هذا الكلام؟ مشان ما تيأسوا، وإياكم أن يتسرب الإحباط إليكم. الآن نحن نرى الهجوم على الإسلام والتشكيك الناس بدينها والتشكيك وكثرة نسبة الإلحاد والتفلت من أحكام الشريعة. إياكم، هذه قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه فتنة. فيا عباد الله ثبتوا إخواني أحبابي عندك كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مؤمن إن شاء الله تعالى سيكرمك الله، لكن بدأ إيمان،
فهذه الكوارث تكشف إيمان المؤمنين. فبعض الناس إذا سقط سقف البيت ممكن يترك الصلاة، ممكن إذا مثلا سقط الهاتف على الأرض يقول لك أخي أنا بصلي ليش هيك الله ساوى معي، فقد ابنه لا قدر الله، أصيب بمرض، والعياذ بالله يتكلم ويسيء الأدب مع الله عز وجل. أنا كإنسان مسلم ومؤمن في مثل هذه المصائب يكشف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بمصيبة فصبر، شو معنى صبر؟ يعني لم يشتكي الله للناس ولم يتذمر، كان حقا على الله أن يضع يده على صدره فيجد في قلبه أمنا وطمأنينة وسلاما إلى يوم أن يعرض على الله تعالى. يعني الله عز وجل يرزق الطمأنينة، الحمد لله، الحمد لله على كرم الله، الحمد لله، الحمد لله. تذكرون قبل أسبوعين تحدثنا عن كلام سيدنا عمر عند نزول المصيبة، كان يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 4 مرات. ليه حافظينه الأربعة؟ إنه ما كانت في ديني وما كانت أكبر من هيك، ولما يرى من محبة الله ومن الثواب الذي يراه في هذا البلاء. هنا أيضا الإنسان لما تنزل مثل هذه المصيبة هي تكشف إيمانه، في واحد صحة وعافية ما في مشكلة، الله عز وجل يضيق عليه المال أو الرزق أو لا قدر الله فنشو من عمله أو كذا، هنا يظهر المعنى الحقيقي لمثل هذه الكوارث التي يظهر فيها المؤمنون الحقيقيون. قال تعالى لسيدنا داود: يا داود إنك لن تلقاني بعمل هو أرفع لك عندي وهو أقرب لك إلي من أن تلقاني وأنت راض بقضائي. قال داود: يا رب ما جزاء المصاب الذي يرضى بالمصيبة ابتغاء وجهك؟ طيب شو جزاؤه الذي يرضى؟ قال: جزاؤه أن أملأ قلبه إيمانا يشعر بحلاوته حتى يلقاني. الله يملأ قلوبنا بطمأنينة ومحبة إن شاء الله تعالى، وألا يفتننا بإذنه تعالى. إذن هي كاشفات لإيمان المؤمنين. ثالثا: تفضح علم العلماء. ما معنى تفضح علم العلماء؟ الإنسان مهما كان عالم ومهما يعني الله عز وجل فتح عليه وكذا وكذا يبقى ضعيف، بيقول لك ما بعرف، يبقى جاهلا أمام علم الله عز وجل. تذكرون في خطبة الجمعة قلت لكم إنه غاية وجودنا ما هي؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ لتعلموا العلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أي أعصار، أي زلزال، أي بركان، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. الله عز وجل قادر أنه يقول له أسكن، قادر صح ولا لا؟ قادر، لأنه هو الذي أمره سبحانه وتعالى كل شيء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إلى آخر الآيات. فالإنسان ضعيف أمام فضل الله وعلمه مهما أوتي من العلم ومن المعرفة. قصص كثيرة في القرآن الكريم من خرق السفينة وقصة سيدنا موسى مع الخضر هي أكبر دليل على علم الله عز وجل وفضله في هذه المسألة. في الرسالة اللي أرسل أخونا عبد الكريم إن شاء الله يعني نتحدث عنها بإذن الله تعالى. إذن هي أول شيء، أول وظيفة أنها كاشف، أنها مذكرات تذكرنا بماذا؟ بنعمه، بنعمة الله، بقدرة الله، بماذا؟ بلقاء الله. كاشفات تكشف لنا حقيقة الدنيا. ثانيا، نعم، تكشف إيمان المؤمنين. ثالثا، تفضح ضعف العلماء وجهلهم مهما أوتوا من الوظيفة الثالثة أنها مؤيدات. قبل أن أبدأ بالوظيفة الثالثة، أنا شو موقفي يعني في الموضوع، هو اللي هو السبب القصة كلها، أنا ما هو موقفي عند نزول المصيبة بالغير؟ ماذا أفعل؟ أول شيء الذي آلمني أنني قرأت على وسائل التواصل الاجتماعي يكتبون اللهم لا شماتة، والحديث كله شماتة. يعني أنا هذا يعني
يعني أقول لك نحن ديننا دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه سيدنا محمد نبي الرحمة، وكل كل كلامه والعياذ بالله شماتة، لأنه هيك صار هيك. شو عرف أنت الله عز وجل سبحانه وتعالى هو بأمرك يعني، وأن أنت هيك مثلا يقول لك إيه أنا صار هيك الله ساوى معه عم يأخذ لي حقي. مين قال هذا؟ هذا كلام افتراء على الله عز وجل، هذا قول على الله بغير علم، صح ولا لا؟ فبعض الناس والعياذ بالله عنده يعني مسألة أنه يشمت، وهذا بيني بينكم بعيد كل البعد عن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد السلف عبد الله بن مبارك ابن سيرين يقول أنه أنا مرة عايرت واحد بفقره، عيرته أنه أنت إيش فقير أنت شو أنت كذا، يقول فحبس رزقي مدة من الزمن حتى أنني وصلت إلى مرحلة أستدين فيها بعد أن كنت أن أقرض الناس. ليه؟ شوفوا أهل الله فهم أنه هو غلطان، عير إنسان. الأيام عندما تدور تخبر، فلا تقول جاء فلان مصيبة أنا ممكن تصل إليه، لا تشمت. إياكم، المسلم لا يشمت. سيدنا رسول الله كان لا يشمت حتى بغير المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشمت بأحد أبدا صلى الله عليه وسلم. هي أخلاق الإسلام، مو نقول لا هذا لأنه ساوى هيك فعل هيك وما يدريك. هذه مسألة هامة جدا إخواني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الوظيفة الثالثة أنها مؤيدات. أولا مؤيدة للدين، الإنسان بحاجة إلى دينه، لا يمكن للإنسان أن يحيا بغير دين. وانظروا إلى أولئك الناس الذين هربوا من هذه الكوارث، الكل فزع، كله بيصلي بيصوم. أحيانا أنا أذكر في منطقة في سوريا، اللهم يا رب فرج عن سوريا وعن جميع بلاد العالمين، اسمها دير الزور. هذه منطقة يعني في الصحراء، ففيها دائما سموه عجاج، يعني رياح رملية تتحول المدينة إلى ليل دامس في الساعة الثانية ظهرا، ليل دامس أسود وناس لا ترى من الغبار. فالناس أنا هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني، الجميع يفزع إلى المآذن، إلى المساجد، عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، يكبرون ويبتهلون حتى تنكشف. في ناس تختنق وتموت، وأطفال يصير معهم اختناقات كذا. الإنسان لا يفكر حاله، صار يعني يبقى ضعيفا، لو عمر بناء لو ساوى يبقى ضعيفا أمام قدرة الله عز وجل. يعيش الإنسان متخبطا بلا دين، الدين ينير للإنسان حياته، ينقله من حياة تكون أشبه بحياة وأنتم كرامة الحيوانات حتى يعود إلى إنسانيته التي خلقه الله من أجلها. عندما يذكر أمر الله في حلال وحرام، عندما يلتزم أمر الله عز وجل بعدم أكل أموال الناس، الذي يحمل الإنسان على هذا هو دين الله الذي ارتضاه لخلقه سبحانه وتعالى. ولو كنت أغنى الأغنياء، ولو كنت أقوى الأقوياء، أنت بحاجة إلى دين الله. يعني واحد يقول لك أنا شو بدي بالدين، أنا مستعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وناقل الكفر ليس بكافر، وناقل السخف ليس بسخيف. بعض الناس الذين والعياذ بالله الله عز وجل أكرمهم بالمال والصحة وكذا، فكان من شدة غروره ومات ميتة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا، كان يقول والعياذ بالله أنا بدين الله مصاري، مشان شو وين عندي المال وعندي كذا. وهذا الكلام مين قاله؟ قالوا هارون قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي مال أساوي كل شيء أفعل كل شيء. الإنسان إخواني، اليوم كنت عم بحكي مع أخونا عبد الكريم صلاة الفجر، أن الإنسان أحيانا الله عز وجل يحوله بلحظة إلى بقايا إنسان، شوية مغص بالبطن، ألم في الرأس، حرقة،
احيانا اظفرك عم تقص اظافيرك، فانت تقلم اظافرك، قلمت اظفرك بشكل غير يعني دقيق، فجرحت حالك، تتالم، صح ولا لا؟ الانسان ضعيف ولا مو ضعيف؟ والله ضعيف، صح ولا لا؟ فينبغي ان يعود الى دين الله، انها تؤيد الدين، اولا مؤيدة للدين، ثانيا مؤيدة للاخاء بين الناس. من نعم الكوارث انها تاتي لتأييد الاخاء الانساني، اننا جميعا اخوة، اننا كلنا في مركب واحد، اننا جميعا كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، يعني الناس لبعضها. الان يعني سبحان الله، ما بعرف مين بعث لي من ما بعرف منكم ام من غيركم، مذيع امريكي عم يقول انه يعني زعيم الجالية الإسلامية فتح المساجد لاستقبال هؤلاء الفارين من الإعصار. قال لهم: معقول هذا الدين يكون خطأ؟ شيء جميل، إن شاء الله يكون عن الناس. شوفوا الناس، ما المذيع ما تكلم لا عن الصلاة صلوا مليون واحد، ولا تكلم عن البكاء، ما يعني المذيع تكلم عن فعل الخير، قال إن هؤلاء آووا هؤلاء المشردين في المسجد وأكرموا مثواهم، هذا دين سيدنا محمد اللي هو رحمة للعالمين. فهو مؤيد للدين، مؤيد للإخاء بين الناس. الله. إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي، كما قال الشاعر. طيب أنا ليش عم بحكي هذا الإخوان الكلام؟ حتى أركز على مسألة الإخاء الإنساني. الإخاء الإنساني الآن انتشرت شبهة بين الناس، يقول لك أغلب الدعاة الذين يتحدثون عن الإخاء الإنساني دعوتهم مشبوهة. ليه يا أخي؟ من قال إنها مشبوهة؟ قال لأن هذه الدعوة تجعل الناس تفر من الدين إلى الإنسانية. وهل الدين وهل الأديان كلها إلا جاءت من أجل خدمتك؟ إلا من جاءت من أجل خدمتك أنت أيها الإنسان؟ يعني الشرائع كلها هي من أجل خدمتك وليس من أجل أن تخدمها أنت. الشرائع كلها، الشريعة الإسلامية، الشريعة اليهودية، الشريعة الإسلام المسيحية، كل الشرائع السماوية جاءت لخدمة الإنسان وليس العكس، يعني ليس من أجل أن يخدمها الإنسان. الشريعة الإسلامية جاءت لتحفظ لي ديني، عقلي، مالي، نسبي، عرضي، هي جاءت من أجلي، صح؟ لا تستطيع الصلاة يا أخي صلي أنت جالس، ما تستطيع أن تصلي جالسا صلي أنت نائم، صلي بعيونك. ما تستطيع أن تذهب إلى الحج لا تذهب إلى الحج، أنت في بيتك أنت تحج، أنت غير مستطيع. إذن الشرائع كلها جاءت من أجلك أيها الإنسان. الله. هذه الكوارث وهذه الأعاصير وهذه الزلازل وهذه البراكين يجب أن تظهر إيماننا، أن تظهر فينا وللعالم رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم، رحمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، أن نفتخر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون نحن عنوانا للخير أينما حللنا وارتحلنا. أنا يحزنني أن بعض الناس يقول لك: أخي إنسان فقير بس يعني بدي ساعده، مسلم ولا غير مسلم؟ يا أخي مو أنت قلت فقير، إنسان ولا مو إنسان؟ لا، يعني هذه النظرة الضيقة إن شاء الله ما بدنا إياها. نحن نريد أحب الخير للناس، الله يحبك صدقا إخواني. إذا تمنيت في بعض الناس الشامتين: اللهم دمر، اللهم، لا حول ولا قوة إلا، شو المانع لو قلت: اللهم ارفع البلاء، اللهم يا حي ويا قيوم لا تقتلنا بذنوبنا، اللهم فرج عن عبادك، اللهم اجعل هذه آيات لإيمان الناس، اجعلها أمارات لعودتهم إليك يا رب. يعني فرق بين هذا الدعاء وبين هذا الدعاء، صح ولا لا؟ يعني واحد عم يدعي اللهم دمر وشتت، واحد يقول: يا رب اجعل هذا الأمر سببا لعودة هؤلاء إليك، أنت أرحم بهم من أمهاتهم، أنت شو هالكلام الرائع. هذه أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن نعيدهم؟ مين جاهز؟ ممكن نأخذ أخونا طارق.
ما هي الوظائف التي ينبغي علينا أن نفهمها من خلال هذه الكوارث؟ كم وظيفة؟ ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى أنها مذكرة. ما هي المذكرة؟ تذكرنا بنعمة الله، تذكرنا بقدرة الله، مذكرات بلقاء الله. ثاني وظيفة أخي نادر، كاشفات. كاشفات لماذا؟ كاشفات حقيقة المؤمنين. ثانيا كاشفات، كاشفات حقيقة المؤمنين. ثانيا كاشفة لحقيقة الدنيا. ثالثا، إذن أول وحدة كاشفة لحقيقة الدنيا، ثانيا كاشفة لإيمان المؤمنين، ثالثا كاشفة لضعف وجهل العلماء مهما أوتوا من المعرفة. هي الوظيفة الثانية صح؟ الوظيفة الثالثة أخي، إجا الدور على جارك عبد الكريم. الوظيفة الثالثة أنها كاشفات، مؤيدات. مؤيدات أولا، آخر وحدة أخذناها لدين الله، أن الإنسان ما يستطيع أن يحيا بغير دين. مؤيدات للإخاء الإنساني، نحن أمس الحاجة الآن للإخاء الإنساني. ثالثا، هن اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين، إيه خلص معناته عوافي. وخلاصة البحث كله عدم الشماتة، موقفنا ألا نشمت. أولا موقف المؤمن من المصائب أن تكون درسا له أن يعتبر بها. ثانيا ألا يشمت. ثالثا أن يستذكر قدرة الله. رابعا أن يتطامن لأمر الله. يعني أهم شيء أنه ما يشمت بمصيبة بأحد أبدا، لا نشمت أبدا. اللهم يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اكشف العذاب والبلاء والخوف عن جميع المهمومين وعن جميع الخائفين. أمنا في بيوتنا، أمنا في أوطاننا، أمنا في أجسامنا، أمنا في أهلنا، أمنا فيما رزقتنا يا حي ويا قيوم. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين برحمتك يا رب العالمين. املأ قلوبنا طمأنينة وأمنا وأمانا وسلما وسلاما، حتى نكون دعاة للحب ربانيين، دعاة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقنا الربانية، أن نكون أنموذجا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون عنوانا للإنسانية والسلام والمحبة والرحمة للعالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. أنزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرأوا، يا مصغير الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بهم برحمتك يا رب العالمين. يا رب فرج عن المهمومين في كل مكان، أمن خوف الخائفين في كل مكان، نفس كرب المكرومين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا.